السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم وأحييكم أخواني خواتي في حلقة جديدة من برنامجكم نحن المستقبل. بدأت العطلة الصيفية عند بعض الأصدقاء وبدأ وقت الفراغ والتفكير في كيف نقدر نستغله بشكل مفيد ونافع. جزيرة النور حبت تكافئ أصدقائنا الشطار بعمل ورش مفيدة وممتعة، واليوم إن شاء الله كاميرا برنامج نحن المستقبل بتغطي لكم ورشة عمل تزيين الكب كيك. تابعونا بعد الفاصل. من جزيرة النور الإبداع يبصر النور، ووقت فراغنا في عطلتنا الصيفية نستغله بالدقايق والساعات والأيام والشهور. انطلقت كاميرا برنامجنا أصدقائنا إلى حيث الفعاليات وورش العمل الإبداعية. ورش حلقة اليوم طلعت الشيف المتميز اللي في داخل أطفالنا وفتيات شارقتنا المبدعات، هرولت عدستنا مع طاقم العمل إلى ركن إعداد القهوة، ويا سلام على رائحتها الشذية اللي انتشرت في غرفة زجاجية محاطة بالأشجار الخضراء، فاجتمع مذاق القهوة مع روعة المنظر. بعد شرح المشرف على الورشة، الشيف مارك صاحب الخبرة الطويلة في مجال صناعة الكب كيك، كل حد من الأطفال اختار 4 قطع من الكب كيك مع أدوات الزينة بالألوان اللي يفضلونها. مخيلاتهم في سماء التزيين، منهم من وضع الكريمة على قطع الكيك، والبعض منهم زادوا عليه قطع السكر الملونة والشوكولاتة اللذيذة. حالياً إحنا متواجدين في الجزيرة في مقهى النور. مقهى النور هو المكان الوحيد المسكر في الجزيرة، وحالياً الحمد لله شغالين على موضوع البرنامج الصيفي. سوينا هذا البرنامج الصيفي، ما شاء الله حصلنا إقبال جداً رائع مناسب لجميع الأعمار. أيضاً سويناه عشان ننشط زيارات الجزيرة، ننشط فعاليات الجزيرة على مدار العام، خاصة تعرفين في الصيف الفراغ والأطفال إجازات المدارس، نبغي نستقطب هاي للأطفال عشان يتعلمون أشياء جديدة، اللي منها فعالية الفنون والحرف، فعالية الكب كيك، فعالية الديكوريشن. عندنا وايد فعاليات ورش عمل بيستفيد منها الأطفال والكبار إن شاء الله. شاركت اليوم في الورشتين، ورشة كب كيك تزيين الكب كيك وورشة كوفي لاتيه. صراحة الورشتين حلوين، تعلمنا كيف نسوي يعني أشياء بسيطة للكب كيك، كيف الديزاين البيسكس تقريبا، والكوفي نفس الشيء علمنا على الجهاز كيف نستخدم الجهاز، المحتويات القهوة من وين، أي دول تصدر القهوة، توب 10 دول يعني، وروانا كيف نسوي وخلانا نطبق الكب كيك والكوفي، سوينا بإيدنا يعني وجربنا حتى. خبرنا طلال، اليوم شو سويت في الورشة؟ اليوم جيت استفدت كيف أسوي كب كيك، كيف أزينه، وعشان أساعد رعاية أمي في المناسبات.
قمنا بتزيين الكب كيك واستفدنا كيف ان مواد الكب كيك نحطها بطريقه جميله. استفدت كيف ازين الكيك وتعلمت بعد كيف ازين الكيك. زين شو تخبرين يعني ربعك وربيعاتك انهم يجون يشاركون في نفس هذه الورش؟ انصحهم ان يجون يشاركون لان حلوه البرامج والورش. زين شو تنصح اصدقائك بانهم يجون ويشاركون في مثل هذه الورش؟ انهم يجون يشاركون في هذه الورش لان هذه الورش تعلمهم ان كيف يزينون الكب كيك وانهم يستفيدون من وقتهم بدل ما يلعبون هاي الالعاب لفتره طويله. أنا اليوم زينت الكب كيك واستفدت إن في المستقبل إن شاء الله أزين أشياء أكبر. بعد ما خلصنا ورشة الكب كيك انطلقنا بين الفراشات، كانت جولة ممتعة للأولاد والبنات. أنا اسمي فاطمة الزهراء. زين خبرينا فاطمة اليوم شو سويتي؟ أول شيء رحنا زينا الكب كيك وبعدين رحنا على غرفة الفراشات. الفراشات كانت وايد حلوة، أول ما دخلت كلهم انجمعوا علي ورحت أمسك واحدة واحدة. زين شو تقولين حق أصدقائك بينهم يجون ويزورون ويشاركون في مثل هذه الورش؟ أتمنى أن أصدقائي يجون يستمتعون هني بالإجازة لأن مكان وايد حلو. أنا أحب الشارقة. إخواني خواتي هذه كانت ورشة تزيين الكب كيك وجولة غرفة الفراشات، فعلاً وفرت لنا جزيرة النور متنفس يبعث الراحة النفسية بعد ضغط الامتحانات والمذاكرة. نشكركم إخواني خواتي على متابعتكم لحلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل، نلقاكم على خير في حلقاتنا القادمة إن شاء الله ومع السلامة.